السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة إسرار العالم الروحاني، كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. توقعات برج السرطان لرجل السرطان وأنثى السرطان. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. بسم الله. في ورق مهم، في ورق مهم لازم يخلص يا سرطان، في ورق مهم لازم يخلص، يخص هذا الورق لازم يخلص خلال أيام، يخص الرزق. وبلاش بلاش تتكلم قدام أحد الفترة دي، بلاش تتكلم قدام أحد الفترة دي. في أسرار هتظهر ومفاجآت تخص الشريك، في أسرار هتظهر ومفاجآت تخص الشريك، وفي انفصال عن علاقة مؤذية، وربنا يبعد عنك شر كبير يا سرطان، ربنا يبعد عنك شر كبير. أراك في دراسة أو تدريب يخصك، لازم تثبت كفاءتك فيه لأنها هتنقلك لمكان أفضل كتير، وأنت تستاهل. بسم الله الكاشف. أرى في مشروع جديد على الأبواب، مشروع جديد يا سرطان ليك على الأبواب إن شاء الله. أرى بسم الله الكاشف لقاء مهم، أراك في لقاء مهم يخص المال أو دراسة، لكن أنت أراك مش مرتاح وقلقان. ما تقلقش ما تقلقش، ربنا هيسهل لك الخير، ربنا هيسهل لك الخير إن شاء الله. بسم الله الكاشف. أرى هنا في زواج للبعض، في زواج يا سرطان قريب ليكم للبعض منكم بسم الله، والبعض الآخر الله هيدخل في قصة حب، أو ماشي في قصة حب، أو ماشي في قصة حب، بس خلي بالك وكن حذر. بسم الله الكاشف. أرى هنا شخص قريب منكم أو بيتواصل معكم، إن شاء الله يكون في ارتباط ما بينكم بإذن الله تعالى. أرى الخوف والتردد مسيطر عليك يا سرطان، الخوف والتردد اللي مسيطر عليك الفترة دي اخلص منه، اخلص من الخوف إن شاء الله، ما تقلقش سيبها على الله ما تقلقش. أرى في انتصار قريب منك، انتصار قريب منك، وفي حل مشكلة، حل مشكلة كانت بتسحب من طاقتك الفترة السابقة، كله هيتحل خلاص بفضل الله تعالى، كله هيتحل بفضل الله تعالى. في شخص في حياتك قريب منك جدا وانت بتحبه، انت بتحبه، رغم مش عارف تفتح كلام معاه، خليك دريء وفكر في اي حاجة وتواصل معاه لانه هو بيحبك كما شعورك شعوره هو بيحبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكاشف. بسم الله الكاشف. في سد ديون او سداد ديون وورقة رابحة بتساعدك ماليا، في بشرة خير وورقة هتساعدك ماليا بفضل الله تعالى، هتنقلك نقلة سعيدة والهنا ليك ان شاء الله يا سرطان. حاول تقرب من ربنا يا سرطان، حاول تتقرب من ربنا الفترة دي لأنك كنت في مرحلة صعبة والحزن، وصدقني هتتغير وتشعر براحة وتفتح قدامك الأبواب، فحاول تتقرب من ربنا وابعد الكسل عنك، وخلي الكسل يبعد عنك والطاقة السلبية. بسم الله الكاشف. في مفاجآت كثيرة بانتظارك، بس فقط تعلم، تعلم تكتم أسرارك ولا تحكيها لأي أحد، لا تحكي أسرارك ولا تتكلم على أسرارك، لا تحكيها. بسم الله الكاشف. أرى هنا الكل يحب لك الخير، بس في ناس حسودة خلي بالك يعني. أرى هنا انظر للجوانب الإيجابية في حياتك ولا تقلق، كل شيء سيكون على ما يرام بفضل الله تعالى. في طاقة عين، ما أنا بقول لك كل مش كل الناس اللي بتحب لك الخير، في طاقة عين شديدة
طاقة عين شديدة شديدة عليك، سرطان من بعض المقربين ليك مأثر عليك، فبلاش منظرة وبلاش حكي كثير وهكذا، عشان في ناس زي ما في ناس بتحبك في ناس بتتمنى لك الشر وبتتمنى لك ما تكونش أحسن منها. ففي طاقة حسد عليك، وفي أنا هنزل سيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد وعلاج العين بفضل الله، وداخل القناة منزل جميع العلاجات بسم الله الكاشف. في شخص مش غريب عنك، حد من نسبك أو أهل مركز على رزقك، مركز على رزقك وبيحسب لك مصاريفك واللي دخل بيتك وهكذا. بصص رزقك وبصص لك يعني، وهذا الشخص امرأة خد بالك منه، وخد بالك من اللي حواليك واللي بيتردد على بيتك، لأن في فك سحر عن قريب، في سحر عانيت منه يا سرطان من فترة طويلة، في سحر عانيت منه هو اللي كان متعبك والحسد. خلي بالك في سحر منكم يا سرطان، عنده سحر شديد من فترة وعانيتوا منه وحاولت تفك هذا السحر بأي طريقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من السحر والعين وعين الحاسدين. لا تخف إن الله معك، ربك ساترك وهينديك من كل شر قريب منك إن شاء الله، ربنا هينديك منه لأن قلبك أبيض. ربنا ولا في أنقذك من أذى، ربنا أنقذك برضه من أذى. عندك نقلة وتغير جذري بأمورك، ممكن يكون شغل جديد أو عتبة جديدة، أنت عايز توصل لشخص أنت عارف إنه بيحبك لكن هتلاقيه قريب بيتواصل معاك، وتبدو علاقة صداقة قوية بينكم وممكن تنتهي بارتباط رسمي بإذن الله تعالى. كن مستعد لاستقبال نعم الله عليك، في رجوع لأغلبية المنفصلين والمطلقين، في رجوع لأغلبية المنفصلين والمطلقين بسم الله الكاشف. ربنا حاسس بيك وعارف انك بتعافر يا سرطان وبتجاهد، وانك عايش بحسن الظن بيه ومتفائل بان في خير ديلك قريب ولن يخذلك او يخيب ظنك ابدا. اطمئن فرده قريب، ابشر ابشر وقول يا رب، نادي يا الله ابشر ان شاء الله. ارى في كلام بسم الله الكاشف، كلامك الفتره دي في ثقة كثيرة إن شاء الله، خليك في ثقة، ثقة لأن أرى عندك ثقة كثيرة بالله، ربي يسعدك. في رجوعك هنا غالي عليك، رجوع شخص غالي عليك وفك بلوك، وأرى في عتاب بين حبايب أو أصحاب، في عتاب ما بينهم، لا إما حبايب لا إما أصحاب، في عتاب. بسم الله الكاشف، أرى هنا رد فعل من غريب يسعد قلبك ويطمن روحك بعد قلق الفترة الماضية. في رجوع رزق ليك مرة ثانية، كان انقطع عنك فترة، مشى معك الرزق فترة وبعد ذلك انقطع، في رجوع رزق ليك، حافظ على رزقك بسم الله الكاشف. سيرة طيبة وكلام يتقال في ظهرك هيكون سبب في رجوع ثقتك بنفسك مرة ثانية. عندك رزق قريب منك لكن في الحسد يمنع عنك أو السحر كما قلت، هذا الرزق قريب منك جدا لكن في الحسد يمنع عنك أو السحر، وإن شاء الله ربنا هيرجع لك رزقك مرة تانية وحصن نفسك بذكر الله واخلص من هاي السحر والحسد اللي عندك. في بشرة خير وأخبار تفرح القلب على أيام قريبة، قريبة بفضل الله تعالى. حذاري في كلامك، احذر، حذاري في كلامك عن شغلك أو رزقك مع الأقارب الفترة المقبلة، احذر تتكلم كثير عن رزقك وعن شغلك مع الأقارب. في شخص عاشق ليك، أرى شخص عاشق ليك بيكابر في التعامل معه لكن بيحبك، اللي بيحبك ومتعلق بيك، أنت تعرفه، أنت تعرفه يا سرطان. هذا الشخص عاشق ليك وبيحبك جدا بس هو بيكابر معك في الكلام وبيعافر معك أو بيعاند معك لكن بيحبك.
بسم الله الكاشف، أخبار حلوة تطمن قلبك، تخص العمل والرزق، في شفاء مريض قريب منكم، هذا شخص مريض، في شفاء مريض إن شاء الله، هذا الشخص ده قريب منكم إن شاء الله في شفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم. هذا توقعات برج السرطان لأنثى السرطان وأنثى ورجل السرطان. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وأسيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد والسحر، حاولوا تخلصوا من هذا السحر والحسد أخواتي في الله، خلي الأبواب المغلقة تفتح معاكم. هو داخل القناة أنا منزل من قبل لعلاج السحر وعلاج الحسد في كذا فيديو، ومن أسرار القرآن الكريم داخل القناة كلها. ادخل داخل القناة هتلاقي علاج السحر، طبق العلاج وإن شاء الله بإذن الله هتخلص من هذا السحر اللي عامل لك تعطيل أو نفور أو مشاكل، بإذن الله تعالى راح تخلصوا منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.